ماذا عن صلاة التهجد وصلاة قيام الليل؟ وما الفرق بينهما؟ وهل صلاة التراويح هي صلاة قيام ليل أم تهجد؟ وما هي الأوقات التي نؤدي فيها هذه الصلاة؟ وكيف نصلي هذه الصلوات في البيت؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذه كلها مصطلحات فقهية لصلاة هي صلاة الليل. انظر معي أخي الحبيب لكي تفهم هذه القضية جيدا، أريدك أن تعود معي أكثر من 1400 سنة للوراء، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء فيتعبد ويتأمل ويتفكر في خلق الله عز وجل، فنزل عليه الوحي بكلمة اقرأ. إذا نزل عليه بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزلت سورة المزمل، يا أيها المزمل. طبعا عندما عاد كان يرتجف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف ومن الموقف، من شدة الموقف، فقال زملوني أي غطوني، ومن شدة البرد فناداه الله يا أيها المزمل. دقق معي أخي الحبيب، قم الليل، قم الليل إلا قليلا. يعني الليل مثلا كم مدة الليل تكون عادة؟ لنقول 8 ساعات مثلا أو 9 ساعات. فالأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بقيام كل الليل إلا القليل منه، ثم قال له نصفه أو انقص منه قليلا. يعني إذا كان طول الليل 8 ساعات، قم 4 ساعات أو أقل بقليل، ثم قال أو زد عليه، يعني أكثر من 4 ساعات، ورتل القرآن ترتيلا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن نزلت عليه هذه السورة المباركة، سورة المزمل، بدأ بقيام الليل ولم يترك هذا القيام حتى مات عليه الصلاة والسلام. إذن قضية قيام الليل ليست في رمضان فقط، في كل الأيام، لأن الله مدح فئة من الناس قال في حقهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب لماذا نقول صلاة التهجد وصلاة قيام الليل وصلاة التراويح؟ طبعا هذه التقسيمة أيها الأحبة، يعني نحن نسمي صلاة قيام الليل إذا كانت في رمضان نسميها تراويح، القضية ببساطة هكذا. وبالتالي النبي كان يصلي قيام الليل في رمضان وخارج رمضان. طيب لماذا تسمى أحيانا صلاة التهجد؟ التهجد كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتهجد بالقرآن، أي يتقرب إلى الله ويخشع ويدعو ويسهر لا يغفل ويحذر الآخرة ويفكر بلقاء الله. كل هذا أيها الأحبة مضمون التهجد. فالتهجد أخي الحبيب أيضا هو قيام ليل. لذلك أنا يعني أرى أن كل مؤمن محب لله بفطرته لا يترك قيام الليل، لأن الإنسان المؤمن يحب أن يناجي ربه إذا كان صادقا في حبه لربه. يعني أنا أدعي أنني أحب الله عز وجل، طيب الله يتجلى في الليل على عباده وبخاصة في الثلث الأخير، يعني قبل وقت الفجر بساعتين أو 3 ساعات، الثلث الأخير من الليل،
يعني لو فرضنا طول الليل 9 ساعات، يعني آخر 3 ساعات قبل الفجر، يتجلى هو الذي يسألك، هو الذي يقول لك ادعوني أستجب لكم، هل من سائل فأعطيه، هل يعني ادعو الله بما شئت، هل من مستغفر فأغفر له. للأسف الشيطان استحوذ على كثير من الناس، فأصبح الليل وقتا للعبث، للهو، للأحاديث الفارغة، للعب، لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، للعب على الموبايل، أو يعني للأسف نجح الشيطان في إضلال الكثير من الناس. لذلك الله قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. على فكرة اليوم الذي يقوم الليل قياما حقيقيا ويحذر الآخرة كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الصفة أيها الأحبة كثير منا فقدها للأسف، يحذر الآخرة. ينبغي أن نفكر أننا سنقف ذات يوم بين يدي الملك عز وجل لمدة 50,000 سنة. نحن أحدنا الآن إذا ذهب إلى طابور ليقف فيه ساعتين أو يوم يتعب، وتتعب نفسيته أيضا. كيف ستقف 50,000 سنة يوما كان مقداره 50,000 سنة؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المؤمن الصادق في حبه لله، صدقني أخي الحبيب، لا يغفل لحظة عن الملك عز وجل، عن مالك الملك، وبخاصة في الليل. لذلك أكثر من صلاة الليل، فصلاة الليل هي تهجد وهي قيام ليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. بالنسبة لصلاة التراويح متى تصلى أخي الحبيب؟ هي صلاة ليل، الوقت مفتوح معك من بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، إلى قبل أذان الفجر. كل هذا الوقت قم الليل إلا قليلا، كله تستطيع أن تدعو الله وتتهجد بالقرآن، تقرأ القرآن وتتدبر القرآن، تكثر من السجود، تكثر من الصلاة، تصلي ما شئت، ليس هناك عدد محدد. ولكن حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات من الليل، قالت في رمضان وفي غير رمضان. فهذا الحد الأدنى أنا أتصور أنه الحد الأدنى الذي حافظ عليه النبي دائما، وكان يزيد ما شاء الله. فعلى الأقل أخي الحبيب، إذا لم يعني كنت غافلا عن الله، صلي على الأقل 2 ركعات وأوتر بركعة، يعني هذا أضعف الإيمان، صلي 2 ركعات في الليل وصلي 1 وتر. الوتر يعني العدد المفرد، والشفع هو العدد الزوجي، أقسم الله، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فأقل شيء تصلي 2 ركعات بالليل، ثم توتر يعني تصلي 1 ركعة منفردة، يمكن أن تقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد. كلما زودت أكثر، كلما أكثرت من الصلاة، هذا رصيد لك. يعني أحدنا اليوم أيها الأحبة يحاول أن يزيد رصيده من المال بقدر ما يستطيع، يتعب ليلا نهارا ويسافر ويلهث وراء العمل ليوفر أكبر كمية من المال، وهو يعلم ويستيقن أنه سيترك كل شيء وراءه ويذهب إلى ربه
وحيدا يذهب بعمله فقط. فهذا القيام هو رصيد لك. يعني لا تقول أنا أستثقل أن أقوم الليل والتراويح طويلة وكذا، لا يا أخي، صلي ولو ركعتين. قل أنا سأصلي ركعتين أتقرب بهما إلى الله بإخلاص، فصليها وتغلب على الشيطان، ستجد لذة خاصة، فستجد نفسك أنك تصلي ركعتين أيضا وركعتين أيضا، ومع الزمن تجد نفسك تصلي 8 ركعات أو 10 ركعات أو أكثر، وتتمتع بهذه الصلاة. وينبغي عندما تصلي أخي الحبيب في بيتك، نحن نقول إن الصلاة في صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فإذا أردت أن، والنبي قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني ينبغي أن نصلي في بيوتنا، يعني تصلي في المسجد وتكثر من الصلاة في البيت لتطرد الشيطان، ولتكون الصلاة هي منهاج حياتك، ثقافة لك تلجأ إليها، تفزع إلى الصلاة إذا أهمك أمر أو إذا ضاقت عليك الدنيا. فصلاة الليل في البيت لها أجر عظيم. صلي أكبر عدد ممكن من الركعات كل ليلة، هو مكسب لك أفضل من الدنيا وما فيها، لأن كل شيء سيفنى في هذه الدنيا ويبقى عملك، تبقى هذه الصلوات تجدها رصيدا يوم القيامة ببركتها يدخلك الله الجنة. وبالتالي أخي الحبيب، ملخص هذا اللقاء، كل هذه الصلوات التي ذكرناها، صلاة التراويح، صلاة التهجد، صلاة قيام الليل، كلها نوافل، يعني السنن، ليست مفروضة ولكنها سنن مؤكدة، النبي لم يتركها أبدا منذ أن أنزل عليه القرآن، منذ أن نزل الأمر الإلهي قم الليل إلا قليلا حتى مات عليه الصلاة والسلام. كيف نصليها في البيت؟ بشكل عادي تصلى مثل أي صلاة أخرى. نكثر من الصلاة في البيت ونكثر من الصلوات في المساجد أيضا، كله خير وكله رصيد لك. وتوقيت هذه الصلوات كما قلت لكم، يعني هناك صلاة جوف الليل أكثر أجرا، ركعتين أو ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، يعني في منتصف الليل كما يقال. الصلاة في الثلث الأخير قبل الفجر بساعتين مثلا أو بساعة، هذا الوقت مهم جدا، لأن الله يكون متجليا على عباده ويستجيب الدعاء ويكون قريبا من عباده سبحانه وتعالى، والله قريب منا دائما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك أحبتي في الله، نصيحة محب لكم، في الليل تدبر القرآن. القضية ليست قضية صلاة ميكانيكية تقوم لا، الأهم من الصلاة تدبر، الأهم من حركة القيام والركوع والسجود الخشوع. يعني إنسان يصلي صلاة ميكانيكية هكذا مثل آلة من دون أن يفهم شيئا أو يتأثر بكلام الله، هذه الصلاة يعني لا يستفيد منها شيئا، لأنه قد يأكل الحرام ولا يعلم، قد يكون مثلا يؤذي غيره ولا يعلم. لا، أريدك أن تتدبر، تخشع، تستمع للقرآن. الاستماع للقرآن هو قيام الليل على فكرة، يعني قيام الليل لا يعني الصلاة فقط، والتهجد لا يعني الصلاة، هذه كما قلت لكم مصطلحات فقهية، ولكن التهجد في حقيقته هو يعني هو تدبر وخشوع. ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، تهجد، التجئ إلى الله، ادعو الله به، اخشع، تدبر، تفكر، تأمل، اجعل قلبك خاشعا، احذر الآخرة. فإذا قيام الليل
والتهجد قد يكون مثلا إنسان يطعم مسكينا في الليل في الخفاء، يساعد إنسانا، أنا ممكن أن أجلس وأفكر كيف غدا سأساعد إنسان، سأقدم خدمة لإنسان يحتاج هذه الخدمة. سهري في الليل وتفكيري هذا قيام الليل. فقيام الليل ليس مجرد أخي الحبيب صلاة، لا، الصلاة هي نوع من أنواع قيام الليل. وبالتالي كل أنواع الخير وأنواع البر، إذا سهرت على ابنك المريض هذا نوع من أنواع قيام الليل، إذا سهرت على راحة أبويك هذا نوع من أنواع قيام الليل. وبالتالي أي عمل تبتغي به وجه الله تمارسه في الليل يعتبر قيام الليل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على فعل الخيرات، وأن نكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.